الاستاذ. المهم يعني عن هذه الاتفاقين، سواء الطرف الفرنسي الحكومه المؤقته او تنازلات لجبهه التحرير الوطني وللحكومه بفرنسا. لم يشهد التاريخ 17 اكتوبر هي مرحلة من المراحل الحساسة والدقيقة اللي تعبر اللي عندها عدة أبعاد. أولا البعد الأول هو تعبر عن إرادة الشعب الجزائري في استرجاع السيادة الوطنية تاعو واسترجاع استقلاله، هذه الأولى. الحاجة الثانية تعبر على تلاحم الشعب مع القيادة تاعو اللي هو أفرزها، هو اللي أنتجها. والحاجة الثالثة رسالة إلى العالم كله باللي هذا الدولة المستعمرة دولة مجرمة. الشعب الجزائري إما داخل البلاد أو عند الجالية مثلا في فرنسا كان يعني في تلاحم مع الثورة الجزائرية ومع هدف تحرير الجزائر، لأن ما نساوش مثلا باللي هذا الوعي وما اسمه فيزيبيليتي تاع الشعب الجزائري.